كرام توصيات الوالد المؤسس زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه كانت كثيرة، ومن أهم هذه التوصيات كان يوصينا الوالد رحمة الله عليه الشيخ زايد على الزراعة وما له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، وراح نكون ناخذ عن هذا الجانب حيث صدر عن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاب جديد بعنوان المحفزات الحيوية من أجل الاستدامة الزراعية في النظام البيئي لواحات النخيل باللغة الإنجليزية، والذي تناول العديد من الأسباب الرئيسية لخسائر مزارع نخيل التمر كمرض البيوض والجفاف والملوحة الزائدة وقلة المادة العضوية بالتربة وغيرها الكثير من الأسباب التي لربما تؤدي إلى موت النخيل لا سمح الله، والتي سنتعرف عليها مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الباحث الدكتور عبد الإله مديش من جامعة القاضي عياد بالمملكة المغربية ومؤلف كتاب المحفزات الحيوية من أجل الاستدامة الزراعية في النظام البيئي لواحات النخيل. أهلا وسهلا فيك سعادة الدكتور. أهلا وسهلا بك، بديت أشكر سعادتكم وتحية طيبة لمشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا، التحية موصولة لك دكتور. في البداية لو تحدثنا عن كتاب المحفزات الحيوية من أجل الاستدامة الزراعية في النظام البيئي لواحات النخيل باللغة الإنجليزية طبعا. في الحقيقة يعتبر هذا الكتاب بمثابة ثمرة تعاون وثيق بين العاملين في البحث العلمي والابتكار الزراعي المتقدم على مستوى العالم، والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تعمل جاهدة على نشر المعرفة العلمية بما يحقق قيمة مضافة لهذا القطاع وفقا لتوجيهات المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة أن ما قدمته دولة الإمارات لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور خلال 20 سنة الماضية يعتبر بالفعل وبدون شك إنجازا عظيما على المستوى الإقليمي والدولي. نعم. في هذا الكتاب تطرقت سيدي إلى أهم التحديات التي تعاني منها واحة نخيل التمر على المستوى العربي، بما في ذلك مشكل ملوحة التربة، مشكل الجفاف، بالإضافة إلى الآفات الحشرية والفطرية الضارة التي تهدد صحة نخيل التمر، والتي تتزايد للأسف بسبب التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. مما يؤثر دون شك على مستويات الخصوبة وصحة التربة ومحصول التمر. دكتور بعد إذنك يعني أعتذر على المقاطعة، لو تحدثنا عن الهدف الأساسي من إصدار الجائزة، جائزة خليفة لهذا الكتاب. الهدف الأساسي من إصدار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لهذا الكتاب هو تطوير القطاع الزراعي لمواجهة التحديات الإحيائية واللا إحيائية، لأنها تمثل تحديا كبيرا كما نصت عليه عدة مبادرات دولية مثل مبادرة كيف مع الزراعة الإفريقية، كما أن الجائزة مهتمة بكل المبادرات الفعالة التي تحترم البيئة والتي من شأنها الرفع بالزراعة ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية بالواحات، والتي يتعرض فيها للأسف أشجار النخيل التمر باستمرار لعدد من الضغوط الحيوية وغير الحيوية. كما يأتي هذا الكتاب فرصة لتحفيز الخبراء والمختصين للتصدي لهذا الموضوع خلال أشغال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 مارس من سنة 2022. جميل دكتور، لو نتحدث عن أهم المعلومات المفيدة التي يوفرها الكتاب حول الاستراتيجيات المختلفة المعتمدة من خلال الاستخدام الزراعي للتجمعات المفيدة وكذلك عن السماد الحيوي. شكرا سيدي على السؤال القيم. بالفعل يضم هذا الكتاب معلومات مفيدة تبرز أهم الاستراتيجيات المعتمدة. الاستراتيجية الأولى اختيار أفضل المركبات الفطرية الجذرية معروفة أو من فئة الأندوميكورايزا والبكتيرية المفيدة من فئة البيشي بي آر التي تتعايش مع جذور النخيل، بالإضافة إلى كونها كائنات أصلية غير مستوردة ومتكيفة مع ظروف صعبة للتربة والمناخ. الاستراتيجية الثانية هي معالجة وتتمين النفايات الزراعية لإنتاج أسمدة عضوية طبيعية لتحسين نمو أشجار النخيل. أما الاستراتيجية الثالثة
والتي تجمع بين الاستراتيجية الأولى والثانية، وتهدف بالأساس إلى استعمال تركيبة ثلاثية من الكائنات الحية الدقيقة، أي الفطريات الجذرية والبكتيريا المفيدة، إضافة إلى السماد الطبيعي، قصد تعزيز نمو نخيل التمر في ظل هذه الإكراهات المتعلقة بالجفاف والملوحة والأمراض. نعم دكتور، أي كلمة أخيرة دكتور حاب تضيفها؟ ككلمة أخيرة أود بالفعل أن أقدم شكري وامتناني للمسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المتميزة في رفع مستوى البحث العلمي ودعم وتطوير البنية التحتية الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الإقليمي والدولي كما تشهد الأرقام بذلك. وشكرا سيدي على هذه الاستضافة. شكرا لك الدكتور عبد الإله مديش من جامعة القاضي عياد بالمملكة المغربية ومؤلف كتاب المحفزات الحيوية من أجل الاستدامة الزراعية في النظام البيئي لواحات النخيل. شكرا جزيلا لك وشكرا على ما قدمته لنا في هذا اللقاء. مشاهدينا أهلا وسهلا.